السلام عليكم، صدقوني واحسي واني ما منتج ولا اريد انزل اليوم، بس قررت همين هسه انزل لان سويتوا لي واحس اخر فلوق 89 الف لايك وصلتوا. اما الان مشاهده ام الممتعه، واصبح الملك لله، وهسه الانفينيتي راح احطها هنا واكمل عليها الشغل. مثل ما انتم شايفين بعد ماكو الوان هنا، وحتى هنا بعد ماكو الوان. شوفوا هذا السقف كان مليان الوان، خلص راح. وهي كلها الاغراض اللي كانت متروكه بالسياره من يوم الانشورنس، وان شاء الله الا اخليها تطلع بلاديه جديده وكاله اليوم. هاي الامدادات كل شويه تجيني امدادات عمي، فحاليا اكو هوايه بعد ما خلصان، صار لي ساعتين دا اشتغل، يعني اكو شغلات ما تبين، وهذا بعدني ما مخلصه، هذه اللي هي هاي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، شوفوا بعدني ما خلصتها ورجعتها مثل جديده. هسه وراها هذه لازم هيك تتنظف بالفرشه. هسه انا دا اشتغل بالسياره، انت ايش جابك جوال دفتم؟ ميزو عطشان قاعد يحط راسه خطيه بكل شيء على باله بمي او هاي، لان يريد يشرب اي شيء. هسه دا يشرب 7 اب طبعا لاول مره، يمكن هو مجرد مي بشكر، فبالعكس الشكر يفيده، اتس اوكي ما يأذي. اذا هو الشاي يموت عليه، اليوم شرب وياي شاي همين صبينا له بهاي، وقام يشرب شاي وياي، فيا شوفوا ده يشرب كنه مي. هو 7 اب قاعد ده يتفرج على روحه حاليا ميزو ايام زمان لما كان فرح. والله قاعد يباوع. شوفوا ما ميزو تتذكر ذيك الايام، بالفتره الاخيره ميزو هالقد مسنونه او حلقه صار قوي. شوفوا هاي الخشب كله قام يكسر تكسر. فالكورف الثاني عبالي خلصانه من زمان وفرحان كلش الى اخره، فهسه رحت الشركه شيفروليت، القطع بعدها 1500 دولار اللي لازم اشتريها، اللي هي النواقص اللي اكتشفناها ورا فتره، يعني انه لما نفسخ السياره ويريد يشتغل عليها شاف انه اكو هاي النواقص. ما عدا هاي الفلوس اللي راح ادفعها على الشخص اللي راح يجي يلحم القطع، والشخص اللي راح يسوي الكربون فايبر يصلحها، هاي بعدها هاي الشغلات هم ينفد 1500. وهاي العشق اليوم راح نكمل الشغل عليها ايضا، اللي هي الشغل النهائي اليوم ان شاء الله يا رب. صراحه اعتقد باكر الشغل النهائي اللي هو انه انظفها من الخارج تنظيف بيرفكتو لازم. واللي ما شايف العشق من ورا ما شاء الله عمره خساره. بالنسبه للدواخل مالتها اشتغلت عليها ساعات كلش هوايه وكلش تعبتني، وهذا هو الشكل الحالي. الحمد لله انه اكثرها انشال طبعا، واليوم هي المفروض التنظيف النهائيه للاصباغ. هسه هذا كله خلاص، لازم اروح اشتري الواحد ثاني جديد ب 12 دولار. اشتريت هاي راح احط بيها السائل الصابوني هنا جوا، وراها لما راح ابرش هنا، لان هذا بيه مخلوط زجاج همينه، فاذا امسحه بوصله راح يتشخط اللون الاحمر لان قطع زجاج كليته. فهاي تذب الماده الصابونيه وانظف ومي همينه. وهذا الثنر طلع ماده ثانيه، تعال رجعه. او ماي جاد، يعني المفروض هم اثنيناتهم نفس الشيء، بس هذا اقوى بمليار مره. هذه هي اجواء اليوم ما شاء الله، واليوم همينه يمكن 5-4 ساعات اشتغلت عليها، والحمد لله خلصتها من الداخل، بقى اغسلها من الخارج باكر ان شاء الله. هاي كل عيونكم تشغيله بسيطه للسياره، صوتها جدا سموث، ناعمه لكجري ما شاء الله. اكو واحد صديقي شافها قال لي عبالي تسلا، فهم تشبه التسلا طبعا، مع انه هي للعلم بسعر تسلا همينه نفس الوقت. تقريبا خلصت كل شيء، بس توني دا انتبه دا باوع بالسماء، دا اشوف اكو نقاط بالسماء، فتذكرت انه هاي هم لازم امسحها. سبحان الله هسه تذكرت. وهاي المشاوي جائزه شغل اليوم، لازم نكافئ روحنا بمشاوي زينه. هاي الفحم بعد توني شلت الشاي من نانا. هاي العشق يسلم عليكم، العشق من نانا ما شاء الله عليه. هاي الوضع الليلي، شوفوا شلون اللايتات بينت اكثر. فشوفوا هاي انا مفاتح اللايتات وهيك ما شاء الله. هاي من جديد، فحاليا هاي انا مشغل لكم الوضع الليلي او التصوير الليلي حتى تبين وياكم شويه، وهاي بعدها وسخه وتخيلوا هيك ما شاء الله اسطوريه، راح اشرح لكم عليها، هواي فيديوهات عليها بالطريق. وهاي من جديد همينه نظره من ورا للسياره لعيونكم، شوفوا شبح شبح، جني جني ما شاء الله عليها ما شاء الله. احلى شيء هو هذا. الساعة 6 الفجر انا ما ادري ايش قعدني وليش قعدت، المهم تعالوا ارويكم شكو. انا عبالي طبعا شباك انكسر مال وحدة من سياراتي، وراها صرت اسمع صوت الشرطة هناك، طلعت ضربة مال مسدس طلقة، فداح الضارب طلقة هناك. بدي اسمع بسم الله صوت شيء هنا والله العظيم، خلاص يروح الحرام هنا شيء. شباب ميزو حتى قهوة قام يشرب، المشكلة عجبته والله. اليوم شلون راح تنام بالليل ها؟ شلون راح تنام بالليل اذا انت شارب قهوه؟ بس فهمني اريد افتهم. يموت على اللعب شوفوا. يموت على اللعب، يعشق اللعب عشق، يموت على اللعب. وليك يما ايش قد يحب اللعب. اللون الاحمر والاصفر ما شاء الله، لك شنو انت حلو، شنو هذا الجمال ها ميزو؟ ها
هاي الالوان من بايقها؟ ما تقول لي، بس قول لي من بايقها، مين 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 مين. الان يا اصدقائي وقت تسبيح ميزو. اول شيء لازم اركب لهاي حتى اطلع احطها على الكرسي ونرشرشه. فهاي الحجي ربطناه وسنجيبه. يلا ميزو اسمع. يما شوفي خلق الله، شوفي شوفي شو راح اسوي. شوف شلون لما يسبح هيك يفتح جناحاته حتى الهواء يتوزع. وهاي الشغله لازم كل فتره اسوي لها حتى. شوفي سبحان الله ايش قد حلو. تقولين دجاجه تخبل لك شلون دجاجه؟ انا بس ارشرشه هو يفر بروحه حتى يوزع المي. هذا ابنهم الجديد. حلو ميزو؟ شوف شلون مفرفش. ذاك دمرته عمر، حرام عليك. خلاص صح هسه هو ينشف بروحه. شوفي راح يرش حيرج بعد شوي. وش شو يسوي؟ زز. فهسه هاي انا رابطه هنا، هم ممكن تنزع بسهوله. هو هيك قاعد هسه حاليا المفروض ينشف بروحه. بس ميزو تقريبا نسى الطيران، قام ما يستخدم جناحه كلش قليل لانه جناحاته قامت ما تفيده كلش هوايه او تتعبه كلش هوايه، فقام ما يستخدمه فنسى الطيران، فنسى اصلا يعني يريد يقمز. او هاي بعد خلاص ان شاء الله ها هي صار عاقل وحباب، يعني صار ما يضوجنا هواي ولا يطير على شغلات هواي وشي، يعني يقمز قمزات خفيفه وبسيطه. كل مره عبالي مخلص شغل ويطلع ورايا شغل. فما ادري اذا مبين وياكم هذا الوردي كله لازم يتنظف. ونفس الشيء هنا انا هم اكو طقع فجبن. هاي التاهو ولا بلاش؟ شوفوا التايرات، شوفوا كانها دبابه ما شاء الله. هاي اذا باللوفه يجوز تنقلب خطيه. هاي تنقلب اسرع كل ما اكبر او كل ما اطول. بس والله حلوه، شوفوا واو، ملكه ملكه على الطريق. صاير حادث. حادث بسيط عادي. يا بسيط الخط والله. عموري جاينا من اوستن ويريد ينجلد بالسياره مالته، يقول لي انه هاي الكامارو مالته في 6 سابق بيها تشارجر ار تي ويحلف. فخلني نشوف، راح نشوف اليوم. فهي في 6 كامارو بس الصراحه حلوه، سحبها روانيا حلو والله تخبل كلش انعجب بها. كفي 6 كفي 6 يعني من اقوى الفي 6 هايات يمكن، يعني انه 6 سلندرايه حلوه. فهاي يا اصدقائي الكامارو اللي راح نشقها شق. طبعا هي في 6 يعني يقول حتى الماستنج جي تي مال احمد الحلاق صديقنا صارت يعني مو نفس الشيء هيك صارت يعني كلش قريبه بالضبط. ويقول من السابق ويا بي ام هم انا وكلش قريبه لك عوش والشاي بالطريق. وصديقه ده يسال على الدبليو هيد راح يشتري هم انا واحد. عندي اصدقاء بالالاف يسالوني وراح يشترون هم انا ببغاء بسبب ميزو اللي دا اصور لكم اياه. يعني خوش بزنس انا سويت للببغاوات في الدول العربيه. شكو واحد عجبه ميزو يريد يشتري منه، تصدقون بهذا الشيء؟ يعني مدى الشق حتى بامريكا هوايه يشترون ورادوا يشترونه بسببي انه عرب عايشين هنا يريدون ببغاوات وقاموا يسالوني وما شاء الله يعني شيء حلو. كل الشباب اللي هنا أنا حلاقهم بس واحد هو اللي محلقنا. تشوفوا النظرات لك عوش لك شنو هذا؟ هاي مسوي رجيم، مسوي رجيم وهيك باوع لك عوش. احمد الموستنج حتى المفتاح مالتها معدل عليه، لك شنو هاي؟ كلها تعديلات. حلوه حلوه كتعديل، الرمز مالتها بيرفكتو. وهاي السوناتا المقدسه 2020 وهاي اللي راح نسابقها ابو الجي تي، راح نسابق عند الاشاره. على الاشاره قول له، قول له على الاشاره. ماستنج جي تي ضد كامارو في 6، شوف شلون. لك عوش. لا 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 اشو اشو خلاك ورا بهوايه اشياء. هاي قويه، هاي قويه، هاي قويه، هاي قويه، هاي قويه، هاي قويه. حلو حلو حلو. للعلم هو عنده اوزان اكثر، هم وزنهم اكثر من عندنا. ويقولوا لي ليش كنت تحب الوحش؟ لا الوحش وحش. يب اوكي راح نكمل الدوسه هسه على الهاي واي. لك عاش، لك عاش ابو اللبن، انا مت على السباقات. راح افتح شباك هنا لو ما افتح. لك راح تطير ابو فاضل، لك الحق لنا ابو فاضل. جاك جاك بلعك. ها شنو هاي؟ ما لحقت. والله دازل لك عاش. الوحش هذا الوحش. هذا الوحش لو هذا الوحش لو في 8 لو اس اس انا اقول لك. اس اس كان هسه صدق وحش. لو اس اس يمكن يسبقها للجي تي، اتصور يسبقها. طبعا ما يشوفني. اما مات لو زي ال1 كلكم اطركم. زي ال1؟
لو زي الوان يلا فد يوم فد يوم يجوز اجيبها فد يوم ان شاء الله. وطيران من يلحقنا بعد يا شرطي بعد هاي حتى لو شرطي قال له باي باي يا ابو اللبن. اوكي هسه من ال 60 اتصور لا هذا بيلف لا هذا بيلف ما تقدر اذا تشوفون اذا نتواصل وياهم بالسياره بالتليفون بحيث حتى نعد من هنا بحيث العد مضبوط كله مضبوط يلا عمو يلا يلا هنا بالسياره هم الصوت وكله يلا تعال على 60 ما يحتاج نعيط ونفتح الشباك وهاي هيك احسن يلا اوقف 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 ارجع والله طلعنا يلا باي باي يلا هسه احنا نطلعكم ورا سنة لك 122 122 لا يا الله لك ماتي الكيو 60 توصل 180 تعرف شنو يعني 180 مستحيل 180 توصل 180 مايل بير اور مايل بير اور يعني 280 كيلو متر بالساعة مستحيل اركب وياك لا لا هسه ارويك هاي كان شيء خفيف بسيط على الطريق ان شاء الله الجاي السباقات الجاية بعد احلى وما يحتاج الاشعارات اللايك الاشتراك حتى الفيديوهات الجاية الولايات الجاية السفرات الجاية اجتماع اليوتيوبرز الجاي راح نحكي ان شاء الله شرح طويل كلها افكار البزنس الجاي بزانس مو بزنس بزانس ان شاء الله بس انتظروا بس انتظروا ان شاء الله باذن الله مفاجآت لا تنسون اللايك وش يسمونه وهاي كل الغرام بعدين وسبسكرايب لايك 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 فيفر سبسكرايب هاي فتحنا الضوء عليه حتى يقول لك عليهم عليهم ان شاء الله لك اش لك فحلوه الكامارو 2017 وفوق لايتاتها تعجبني بس ثاني اقول لك لو اس اس يعني والله كانت فتشي يعني لو زي ال1 او ماي جاد بعد اكثر الى هنا اصدقائي كانت نهايه هذا الفلوج مستمرين نحو الافضل اسعد نفسك بنفسك كل شيء اسفل الفيديو نشوفكم على خير بالفلوج القادم ان شاء الله راح يكون بي سباقات لو اكمل السياره انا ما اعرف بس اكو سباقات جايه بالطريق اكو هواي سوالف قويه دا اشتغل لكم عليها نشوفكم على خير ها انزل على انستغرام مرات دا انزل ستوريات دا انزل فيديوهات على الانستغرام مال تشحيطات وتفحيطات وشغلات بالسيارات نشوفكم على خير كل شيء اسفل الفيديو تابعوني بكل هاي الاماكن حتى تشوفون كل هاي الشغلات والنصايح والمعلومات اللي هي اهم من كل شيء اهم من القناة كلها مع السلامة.